مع قرب دخول موسم الأمطار بتهتم المحافظات الساحلية والأماكن اللي بيتوقع فيها هطول الأمطار بنسبة كبيرة جداً بعمل اختبارات ومحاكاة للتعرف على جودة التصريف في الأماكن اللي ممكن يتم تخزين فيها الأمطار أو تسبب غرق لو تخزنت فيها مياه الأمطار. ومحافظة الإسكندرية واحدة من أول المحافظات اللي بتعمل اختبارات ومحاكاة عشان يتم تقييم الوضع ويتم التعرف على جودة التصريف في الأماكن اللي بيحصل فيها تخزين لمياه الأمطار. فتعالوا معنا نتعرف المحافظات والأماكن اللي بتتوقع هطول الأمطار بنسبة كبيرة بتستعد إزاي لاستقبال موسم الأمطار. الإسكندرية واحدة من المحافظات اللي بتشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الأمطار لأنها واحدة من المدن الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية واللي ممكن تتأثر الحركة فيها حال زيادة كمية الأمطار دون تصريف. احنا بنعمل نموذج محاكاة لنفق كيلوباترا بننزل كميات من الأمطار من المياه غزيرة جدا عشان نعمل اختبار للشنايش والمطابق اللي تم تطهيرها بالفعل ونعمل اختبار للمضخات اللي موجودة تحت الأنفاق والمحطات اللي موجودة اللي هي بتعمل على تصريف كميات المياه دي من الأنفاق تاخدها على شبكات الصرف الصحي. احنا كل أنفاق اسكندرية بنعمل عليها هذا الاختبار على مدار 4 شهور فاتت. احنا لما اقول لك عندنا حوالي 140 الف شنيش او مطبق في مدينه اسكندريه طبعا عدد كبير جدا بنطهر هذه المطابق والشنايش بالكامل. احنا السنه دي في مستجدات كتير قوي في الاسكندريه، يمكن اول حاجه منظومه الصرف الصحي، الحاجه الثانيه شبكه مياه الامطار اللي بتعمل السنه دي فصل مياه الامطار عمليه الصرف الصحي. بدانا بثلاث مشروعات من 9 للمرحله الاولى وتستكمل ان شاء الله. محافظة سوهاج واحدة من المحافظات اللي تأثرت سابقاً بشدة من مياه الأمطار والسيول الشديدة لكون المحافظة محاطة بسلاسل جبلية باتجاه الشرق واتجاه الغرب واللي بيتسبب هطول كميات الأمطار الكثيفة أعلاها في نزولها بسرعات عالية من الجبال لمجاري السيول ما يحولها لتهديد للمناطق المحيطة بها. عشان كده في عمليات اهتمام مستمرة بمجاري الأمطار الطبيعية والصناعية وعمل سدود بالإضافة لعمل محاكاة واصطفاف لتقييم قدرة أجهزة المحافظة على التعامل مع أي طارئ. بالنسبة لمحافظة سوهاج هنا احنا عندنا حوالي أو بالتحديد 6 مخرات سيول طبيعية و12 مخار رصيل صناعي و23 سد إعاقة وبحارتين صناعيتين عشان تجميع مياه الأمطار. المخار رصيل اللي احنا واقفين عليه ده حضرتك دلوقتي اسمه مخار رصيل السلموني وده في قبليه مخار رسيل الكوثر، ده مخار رسيل طبيعي طوله 3 كيلو بياخد منه مخار رسيل السلمون. في حاله سقوط الامطار بتتجمع المياه في الاوديه الجافه منها المخار رسيل الطبيعي منها المخار رسيل الصناعي بيسلم بعد كده لترعه السلموني ومنه لترعه نجع حمادي الشرقيه. عندنا مجموعه من السدود الاعاقه وسدود تخزين حوالي 23 بالظبط يعني 23 سد. السدود دي بتعملها وزارة الري عن طريق معهد البحوث الموارد المائية بيعمل الدراسة بتاعتها وبنبدأ التنفيذ بتاعها زي ما احنا حاليا في سد تخزين بمنطقة الكوامل لحماية المنطقة من مخاطر السيول. القاهرة الكبرى بتضم القاهرة والجيزة والقليوبية وهي فيها أنفاق وأماكن كثيرة تستوجب الاهتمام بها في موسم الأمطار وبيبدأ الاستعداد في القاهرة الكبرى من شهر أغسطس بإلغاء الأجازات ورفع درجة الاستعداد وتجهيز 225 سيارة ومعدة شفط في القاهرة والجيزة للتأكيد على عدم تراكم مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية وصيانة فتحات تصريف الأمطار الموجودة فيها وفي الأنفاق المتعددة الموجودة في القاهرة الكبرى. نقوم بعمل التطهير لشنايش الأمطار في شهر 8 من كل عام بالإضافة لرفع كفاءة المحطات ومراجعة المحطات والأنفاق. عندنا 25 نفق في القاهرة وعندنا 11 نفق في الجيزة، بنراجع محطات الأنفاق، كمان بنراجع جاهزية المعدات، الأفراد، الغطاسين، البدلات، عربيات السيول، كل الأمور اللي ممكن تساهم في إزالة الأمطار أو أثار الأمطار بيتم مراجعتها. إلى جانب المحافظات اللي زرناها كل محافظات مصر زي أسوان وأسيوط والفيوم وغيرهم بيهتموا بالاستعداد لموسم الأمطار والتنسيق بين كل الجهات المختلفة لتفادي أي طارئ وده لأن مصر بتستقبل سنوياً كميات من الأمطار تقدر بمليار و300 مليون متر مكعب من المياه وإلى جانب الاستعداد لاستقبالها بمنعها من تعطيل حركة الناس
بتعمل الحكومة على الاستفادة من مياه الأمطار من خلال حوالي 1500 منشأة للحماية من السيول، بما يساهم في توفير كميات من مياه الأمطار أمام الخزانات وسدود الحماية، بالإضافة لحماية المواطنين من أخطرها. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.